يعني الوفاء يتضح في صورة إلى الوالدة، والدة البطل. أنا كنت لما اتصلت فيك وأنت في الطائرة كنت تبكين فرحا. نعم. لما اتصلت بك عندما وصلت هنا كنت تضحكين فرحا. والله شوف، أنا لما كلمني وقتها أبكي، لأني أنا راجع الوطني بعد 3 سنوات غربة تعبت فيها، عانيت. وطبعا هذا الفضل كله وقفت عبد المعين على رجوله مرة ثانية وعودته للحياة، هذا الفضل لمحمد بن سلمان ولي العهد. هو حجر الأساس. وش شعورك بعد ما أنت الآن وصلت أرض الوطن بعد غربة امتدت لسنين طوال؟ سعيدة، فخور فيها، لكن الحمد لله. لو بغيت توجه كلمات لوالدتك العظيمة خلال صبرها معك خلال سنوات علاج. الله يحفظها لي، هي وأبويا وأخويا وأختي. الله يحفظكم. شكرا. أمين. شكرا جزيلا لكم. عفوا. ممتنين لوقوفكم معنا. الله يسعدك. والله نحن جدا فرحانين وسعيدين، وهذه الفرحة اللي ملت صدورنا وقلوبنا.